السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم على فيديو جديد. اليوم معنا أخوتي طريقة التقاط قمر أسترا 28 شرة. هذا القمر أصدقائي كتوجد عليه الباقة السكاي البريطانية. فهذا القمر خوتي فهو بريطاني. أول شيء خوتي غنهضرو على التقليد ديال هذا القمر هذا. فهذا القمر خوتي فهو يلتقط فقط في شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب. حنا خوتي هنا في المغرب فالتغطية ديالو خوتي كتوصل من الشمال حتى الوسط المغرب. فالناس اللي في الشمال فضروري خصهم يكون عندهم الصحن أصدقائي أكثر من 85 سنتيم لما فوق. الناس أصدقائي في الوسط من 100 120 تقدر تلتقط هذا القمر هذا. فان شاء الله خوتي غندوزو حنايكم للسطح ونوريكم كي غنديرو التقطو هذا القمر هذا، باش كنلتقطو اصدقائي الاقمار اللي كتكون في الشرق. فكنتبعو المراحل ديالها، نشدو القمر اسرا 19 ونشدو قمر بدر، ومن بعد نشدو الاسرا 28. فالاسرا 28 خوتي فهو قريب بزاف من قمر بدر، كيبعد عليه فقط بجوج ديال الدرجات. خوت ندوزو حنايكم نهزو المعدات ديالنا ونطلعو السطح ونوريكم كي غنديرو التقطو هذا القمر هذا. ولكن ما تنساش دير معاك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك، شارك القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بالجديد ديال الفيديوهات ديالنا. اصدقائي نمشيو حنايكم للشرح. اصدقائي مرحبا بكم. فباش نلتقطوا قمر الاسرى 28 خوتي الشرق، فاول حاجه غنلتقطوا قمر الاسرى 19، من بعد نشدوا قمر بدر. فقمر بدر وقمر الاسرى 19 مع بعضياتهم اصدقائي فقط جوج ديال الدرجات. يعني الا التقطنا قمر بدر فرحنا غنشدوا قمر الاسرى 28. فاول حاجه خوتي كما قلتكم فغنمشيو اللاقي ديالنا وندوروه في اتجاه عقارب الساعه على يدينا اليسار بحال هذا الشكل، ومن بعد غنستعملوا اقوى تردد ديال القمر الأسرة 19 اللي هو 11362 القطبية، غتكون أفقية حرف أش هوريزونتال، الترميز غيكون 22000. فغنجيو هنا أصدقائي الصحن ديالنا نهبطوه واحد شوية لتحت ما بين الساعة حتى 8 ديال الدرجات، من بعد نرخفوه خوتي باش ندورو على يدينا هاد اليسار في اتجاه الشرق. فغندورو بلاتي خوتي، بعد ندخل الاعدادات ديال الجهاز ندورو الطبسي ديالنا على يدينا هاد اليسار غير بلاتي. فحال تما ما ظهرش الاشاره نزيدو اصدقائي نهبطو شويه الطبسيل ونوليو نرجعو في اتجاه النايسات. هيا اصدقائي الاشاره كما كتشاهدو معايا 92 على قمر أسرى 19. شوفوا القناة واش راه خدامة، هاهي خدامة خوتي. دابا نمشيو لقمر بدر أصدقائي، نستعملو هاد الفريكونس خوتي، نستعملو خوتي هاد الفريكونس هذا باش نشدو قمر بدر اللي هو 10729 القطبية، غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 27050. ونجيو للاقيط وندوروه واحد شوية عاوتاني في اتجاه عقارب الساعة، ونوليو ندخلو الإعدادات ديال الجهاز ديالنا، نزيدو نهبطو التبصيل فقط واحد شوية وندورو على يدينا هاد اليسار. هيا أصدقائي الإشارة ظهرت، نزيدو نهبطو شوية التبصيل ديالنا 86، وليو نرجعو 80 82، نزيدو ندورو شوية اللاقيط ونشوفو. هيا الإشارة خوتي استقرت لي في 91. فدابا خوتي ندوزو القمر الأسترا 28، ندوزو نعطيكم أقوى فريكونس ديالو. نمشيو القمر أصدقائي الأسرى 28، فهو خوتي نستعملو هاد الفريكونس هذا. هذا خوتي سكاي انترو، ها هو نكبر لكم خوتي اللي هو 12324 القطبيه، غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 27500. فهنا خوتي غنهبطو فقط مغيزة الطبسيل لتحت ونجرو على يدينا دليسر، فكما قلتلكم فقط مغزى ونجرو غير بلاتي. هيا اصدقائي الاشاره بدات كظهر معايا 64، نزيدو نهبطو الطبسيل هيا 91. هيا اصدقائي إشارة قوية على القمر الأسترا 28، فهو ساهل الالتقاط ديالو خوتي. نشوفو القناة وعاد نزيرو التبصيل ديالنا، ما خاصني والو. هيا القناة خدامة سكاي F1 UHD، فالإشارة فيها 91.
ندخلوا لإعدادات الجهاز ديالنا، نزيرو دابا التبصيل، نحد كزير وانت كتريقل، فيا خوتي الإشارة استقرت لي في 91. فدابا خوتي غندوزو اللاقيط ونزيدو ندورو واحد شوية ونشوفو، الإشارة بقات في 91. يعني دابا أصدقائي راني ملتقط القمر الأسرة 28 بأعلى إشارة. نشوفو حنا وياكم أصدقائي القنوات، قناة ديسكوفري، فالقناة أصدقائي فيها 84 قناة أنيمو. إذا خوتي رحنا دابا التقطنا القمر بأعلى إشارة كما كتشاهدوا معايا. أصدقائي وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا، كانت معنا فيديو بسيط طريقة التقاط القمر الأسرة 28 بالنسبة للأخ محمد من الأزرو اللي كان باغينا نديرو هذا الفيديو هذا، فهو خويا هذا الفيديو هذا، متنساش دير معاك واحد اللايك إلا ما كنتش مشتركش في القناة، فعل زر الجرس، تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد وحلقة أخرى إن شاء الله.